ازيكم عاملين ايه؟ انا دكتور احمد زكري من عياده الاسنان في تشينج مي. النهارده حابين نتكلم عن موضوع ايه التعويضات اللي بنستخدمها في حاله الاسنان المفقوده. اول حل وامثل حل لينا هو زراعه الاسنان، هو عباره عن غرسه بنحطها جوه العظم بنستناها 3 شهور الكراون يتحمل عليها، وده بيعتبر افضل حل لينا لان هو بيعتمد في الاساس بتاعه على العظم من غير ما يضر اي انسجه محيطه من اللثه والاسنان المحيطه. تاني حل وهو التركيبات الثابته، ده بنعتمد فيها غالبا على سن قبل وسن بعد، بنعوض 3 اسنان مع بعض، وده يعتبر بنبرد 1 ملم من السن اللي قدام ومن السن اللي ورا وبنعوض التركيبة كاملة، وده يعتبر حل كويس وبيساعدنا على كتير على الأكل. تالت حل هو التركيبات المتحركة بتاعتنا، ودي تركيبات بنلبسها الصبح وبنقلعها بالليل، غالبا متفضلش معانا ثابتة في الأسنان طول العمر لأن الأكل ممكن يدخل تحتها ويسبب لنا مشاكل ويسبب لنا التهابات في اللثة. شكرا، تابعوني في فيديوهات تانية كتير لمعلومات أكتر عن الأسنان.